الأدوية تجتاح الدول العربية، هل من حلول قريبة في الأفق؟ أتاي شاي حرم لسنوات قبل أن يدمنه المغاربة. برنامج اليوم مع سهى زبل ورغدة إبراهيم. صباح الخير عليكم مشاهدينا، وأهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. صباح الخير عليك يا رغدة. صباح الخير عليك يا سهى. أزمة الأدوية تجتاح هذه الأيام الكثير من الدول العربية، أسباب بعضها معروفة، الحروب الأهلية، الأزمات الإنسانية، والبعض الآخر يقف وراءها بعد اقتصادي كذلك. نعم رغدة، المشكلة أو مشكلة الأدوية الطبية بدأت تتفاقم مجددا، ففي الساحة المصرية تعاني السوق المحلية من نقص ملحوظ في الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تعتمد على التصنيع المحلي في أغلب احتياجاتها، بتزامن مع عودة أزمة تكدس البضائع في الموانئ مجددا. نعم، مثلا سهى، تونس، العراق، السودان، اليمن، لبنان وسوريا ليسوا أفضل حالا. أزمة الأدوية انعكست مباشرة على صحة المجتمعات المحلية هناك. هناك أيضا بدأت الأصوات تعلو في القطاع الصحي حول ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة قبل أن تتفاقم أوضاع المرضى أكثر فأكثر. أزمة نقص الدواء في تونس ترزح على قلوب المواطنين وصحتهم منذ سنوات، لا سيما من يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة، ما يضطر الأطباء إلى تغيير البروتوكولات الطبية أحيانا من أجل علاج مرضاهم في ظل عجز تأمين كافة أنواع الأدوية وأصناف العلاج. نبيل بوكحيلي متقاعد عسكري، صاحب مجموعة استعجالي أدوية اللي هي إيرجونس أون ميديكامون، معروفة بالاسم هذا. والله بدينا الفكرة هذه خاطر ما يحس بالجمرة كان يعفس عليها. أنا واحد من الناس، معناها تلقيت لها من 2003 اللي ابني انصاب، عافانا وعافاكم الله، بمرض السرطان. عرفت ايش معناها شيميوثيرابي، عرفت ايش معناها معاناة تاع خاصة والدين مع ابنهم، ولا حتى كيف ناس كبار، معناها مش يبقى يعاني، مش يفركس على الدم، مش يفركس على الشميول، الدواء كأصل الدواء بعد مش يستحق الفورتيميل، مش يستحق البرشة حويش. لذا بقيت ننظر لك المنظور ذاك، بالرغم اللي تعرضت له أنا كوني في المستشفى العسكري، والحمد لله معناها كانت معناها كل شيء متوفر غادي وكذا، ما في بعض المستشفيات الأخرى. وكما هو معلوم ثم نقص كبير في الأدوية، ثم نقص كبير معناها هذاك، معناها تو عالميا نقوله، ما هيش كان في تونس. حاولنا وخاصة في الأزمة نتاع الكوفيد، نرجع للأزمة نتاع الكوفيد الأولى، في نقص الأدوية في الفيتامينات، في الأدوية نتاع هذيك السخانة، نتاع الأدوية نتاع الأنتيبيوتيك نتاع الكوفيد. حاولنا وباش نساعدوا، ثم شوية نقص لاحظناه في الصيدليات. كيفاش مش نساعد؟ بنا ناحية، معناها يقول قائل منين مش تجيبوا أنت الدواء؟ الدواء نجيبوا فيه سواء من الداخل ولا من الخارج. من الداخل ثم عديد المرضى اللي يستغنوا عن الدواء سواء لأسباب كونه بطل الأدوية هذيك، نخص بالذكر معناها خاصة أدوية الأمراض المزمنة اللي هما أمراض السكري، أمراض الدم، أمراض القلب، وكيف كيف نرجع ديما الأمراض الشيميو. به هنا كمل هو الدواء نتاعو، في عوض يرميه نربحه نحنا ناخذوه. أنا مانيش اختصاص معناها كطبيب ولا مانيش صيدلي، لكن في المجموعة نتاعنا معانا أطباء ذات اختصاص، معانا صيادلة، معانا تقنيين في المجموعة هذه اللي هما أنكادري بالمجموعة، ديما مراقبين وعلى ذمتنا ليلا نهارا، في أي وقت تجيني وصفة إلا ونطلب. الجروب هذا متركز على ثلاثة نواحي، ثلاثة جوانب. ممنوع البيع والشراء، جد ممنوع. ممنوع تجميع وتوزيع أدوية أمراض الأعصاب اللي ما عندناش بها حتى دخل، وممنوع علينا سواء منعطوها بالوصفة ولا من غير وصفة، راهي ممنوعة، جد ممنوعة. والوصفة لمختلف الأدوية تكون لازمة، هذيك راهو ما فيهاش حتى نقاش، لازم وصفة وتكون زادة كيف كيف التاريخ نتاعها يكون جديد. والله التفاعل نتاع
بث المجموعة هذه في تونس كان جد إيجابي من الأول. باهي صحيح تو ماشي ويقوى أكثر، أما من الأول كانت العباد متفاعلة معنا ومشجعتنا، مشجعتنا معناها بطريقة ممتازة سواء من الداخل أو حتى نرجع راهو من الخارج. مش نقول لك شركة خاطر الصبغة نتاعها تجارية، أما نحن خيرية لله في سبيل الله، أما راهو النظام نتاعنا جد ممتاز. مصدر الأدوية يكون من داخل تونس أو من خارجها، من عند المرضى اللي كانوا يستعملوا فيه. من المستحسن حسب رأينا نحن نعكروا به الطبيعة ويترمى، وإلا نخليه أنا في بلاصة محفوظة ونعطيه لشكون يستحق، وخاصة هو الدواء هذا راهو ديما نرجع راهو غالي الثمن ومفقود. أكثرية الأدوية اللي نحن خاصة نستقطبوا فيها ونخلوا فيها عنا راهي مفقودة، جد مفقودة وغالية، ونحن نخرجوها لله في سبيل الله، معناها في أيدي أمينة وحسب الوصفة وتكون أمورها واضحة. نخرج من حالات حتى صحية من باكو دواء نخرج الحالات أخرى، نمشوا تو مثلا جينا عيد الأضحى نمشوا المرضى السرطان، نمشوا المرضى القصور الكلوي اللي ما عادش ينجم يخدم، اللي ما عادش مثلا تو نعطيك مثال، أنا حبيت اليوم في عوض نصور معك أنت وباش نبرر الموقف نتاعي، عندي تصوير اليوم في سيدي حسين مش نمشي نصور راجل مسن عنده 4 أطفال مازالوا يقراوا، أمهم متوفية وهو مقعد سقيه الزوز مبتورة على كرسي متحرك، هذا نحاولوا وباش نعيدوا له السنة وباش نجيبوا له على هوك، هو هنا تخل كعمل اجتماعي صحي. يعني واقع مؤلم للأدوية في تونس. نلقي نظرة الآن على واقع الصناعات الدوائية في البلدان العربية. في العراق تعاني البلاد من نقص حاد في تأمين المواد الدوائية والمستلزمات الطبية، حيث تضطر البلاد إلى تأمين 90% من حاجات الدواء من الخارج، وهذا رغم توجه الحكومة مؤخرا لدعم القطاع الدوائي ب3 مليارات دولار. وإلى السودان، انعكس الوضع العسكري بشكل كبير على القطاع الصحي في البلاد، وحذرت الجهات الصحية في البلاد أن الأزمة الأخيرة أدت إلى نفاذ المخزون الطبي في السودان. وننتقل إلى مصر، فتوقعت وكالة فيتش أن تشهد صادرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 5% مع نهاية العام الجاري، ومع ذلك تعاني السوق المصرية اليوم من نقص في المستلزمات الطبية بالتزامن مع عودة أزمة تكدس البضائع في الموانئ مجددا. في المقابل، شهدت صادرات السعودية من الأدوية اتساعا إلى 34 دولة وبقيمة 400 مليون دولار على خلفية نمو السوق المحلية 5% سنويا وسط توافر فرص الاستثمار وفق وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية. وننتقل إلى الأردن، فتقول غرفة الصناعة إن قطاع الصناعات الدوائية يساهم بما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر منتجاته لأكثر من 80 سوقا خارجيا من خلال 24 منشأة صناعية. إذن رغدا من هذه المعلومات التي ذكرتها فيما يتعلق بواقع الصناعات الدوائية في البلدان العربية، ينضم إلينا من القاهرة محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء في مصر، حيث يشهد السوق المصري يعني نقصا في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية بحسب ما يوثقه التجار والصيادلة. صباح الخير أستاذ محمود وأهلا فيك. يعني بداية، حالة نقص من الأدوية هي أشبه بأزمة مشتركة عربيا، ولكن ما هي أسبابها تحديدا في مصر؟ صباح النور لحضرتك. فعلا زي ما التقرير كان وضح ان الأزمة فعلا بشكل امبارح او النهاردة او بكرة بتبقى موجودة في الدول العربية نتيجة عاملين مهمين جدا. العامل الاولاني عدم وجود مواد خام إقليمية، فبالتالي كل الدول العربية تقريبا جميعا بيروحوا يستوردوا المادة الخام من بره، ده بيبقى مرتبط بأسعار الصرف، أسعار الدولار، وعلى حسب إمكانيات كل دولة. السبب الثاني المهم بالنسبة لي عدم وجود منظومة بحث علمي في مجال الدواء. طيب، ماذا عن الأدوية الأكثر نقصا اليوم في السوق المحلية؟ هل هي أدوية الأمراض المزمنة أم أدوية من نوع آخر؟
شو حضرتك، مصر عامله مبيعات دواء حوالي 170 مليار جنيه السنه اللي فاتت. ده سوق كبير جدا، الاول تقريبا في الشرق الاوسط من يمه العبوات الدوائيه. فيها اكتر من 170 مصنع، دول بيأمنوا حوالي اكتر من 80% من استهلاكات الشعب المصري. ولكن احنا عندنا الاصناف الاهم، الاصناف الاستراتيجيه الحيويه اللي نقدر نقول انها منقذه للحياه، فيها نقص شديد جدا. ده بيتكرر كل فترات نتيجه ان صناعه الدواء المصريه 90% منها تقريبا استيراد من الخارج، وكل ما بيجي يحصل مشاكل في اسعار الصرف كل ما بتتاثر صناعه الدواء، نظرا لان الدواء هو تقريبا اخر سلعه مسعره جبريا في مصر. فالتجار او صانع الدواء بيحجموا ان هم يجيبوا ادويه نتيجه أسعار الدورة اللي موجودة. ده بخلاف حاجة تانية، إن طابور الانتظار للحصول على دولار في البنك المركزي بالنسبة للشركات دي بيبقى مرهق، ومن هنا الصنف ما بيبقى موجود، مش موجود في السوق، في مثيل ليه ولكن الشغل كله بيبقى على المثيل، فالمثيل نفسه كمان بيختفي، في بديل آخر ليه، الشغل كله بيبقى على البديل، فبيجي في يوم من الأيام البديل يختفي، فمن هنا بتظهر الأزمة زي اللي احنا عايشينها دلوقتي. وده حصلت مع أول تحرير أسعار الصرف في يناير 2017، والحكومة المصرية اضطرت للقضاء على هذه الأزمة أنها تزود 3010 صنف دواء بنسبة 60%، وأفتكر ده الحلول السريعة. يعني إيجاد بدائل لهذه الأدوية هي عبارة عن حل سريع أستاذ محمود، ولكن هذه الأوضاع التي تعيشها مصر وتعيشها البلدان العربية من أزمة في الصناعات الدوائية لا زالت قائمة، فكيف يتم تلبية حاجات المرضى مع استمرار هذا النقص في الأسواق؟ تماما، بس عايزين نفصل شوية، ان مش ظروف البلاد كلها تقريبا زي بعض. يعني في بلاد فيها نزاعات وحروب طبعا، زي اليمن، زي سوريا، زي السودان. في دول ما عندهاش استقرار نظم سياسية، ولكن في دول زي مثلا زي ما حضرتك تفضلت واشرت دول الخليج عندها ملاءه ماليه كبيرة انها تلبي طلبات الشعوب بتاعتها من الأدوية. ده بخلاف حاجة مهمة جدا جدا ناقصة في الوطن العربي كله، هو عدم وجود قوانين تأمين صحي شاملة بحيث انها تمول كل تعداد الشعب، ما نوصلش للأزمة اللي موجودين فيها. بالنسبة لمصر طبعا، احنا بداية قانون التأمين الصحي احنا بدأنا من 4 سنين، وصلنا لحوالي 4 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي، وبالتالي ما عندهمش اي مشاكل في الدواء. المشكلة بتاعتنا الآخرين اللي هم ما عندهمش تأمين صحي أو ما عندهمش تمويلات كافية للحصول على الأدوية. لا، دي بقت مشكلة حقيقية، لدرجة أن بعض الأصناف زي أصناف الغدة، بعض الأصناف الخاصة بالأمراض المناعية، أمراض الهرمونات، أمراض سيولة الدم، أمراض الضمور العضلي، كل دي أدوية بدأت تنقص في مصر، وبالتالي بدأت تشكل مشكلة بالنسبة للمرضى وفي نفس الوقت مشكلة بالنسبة للحكومة المصرية. احنا بنطالب مرارا، وأفتكر كان في اتصالات بيننا وبين البرلمانات سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، أن يكون في حلول سريعة للقضاء عليها هذه الأزمة، من أهمها أن يكون في تحرك سريع من قبل البنك المركزي لمحاولة تلبية مش كل الطلبات بتاعت الشركات. في شركات كثيرة بتستهلك أدوية لا قيمة لها موجودة في السوق المصري طبيعا، يعني أدوية متشابهة، ولكن هناك في أدوية استراتيجية حيوية يجب الحصول عليها بأسرع وقت. وإن كان لازم هنا أشير لحاجة مهمة جدا، أن غرفة صناعة الدواء اللي هي الغرفة التي تعبر عن صناع الدواء الموجودين في مصر عندها مشكلة حقيقية، وأطلقت أفتكر بيان من أكتر من شهر أن في مشكلة بالنسبة للمخزون اللي موجود، أنه ممكن قد ينتهي في أي لحظة من اللحظات نتيجة وجود بضائع أو مواد خام مقدسة في المواني ولم يتم الإفراج عنها حتى هذه اللحظة. نعم، طيب ماذا عن الإجراءات التي تتخذها اليوم الحكومة المصرية لمواجهة نقص الأدوية بشكل عام في مصر؟
القوى المصرية بتتكلم كتير عن الموضوع دوت. أفتكر آخر تصريح للسيد رئيس الوزراء إنه كان في هناك إفراج عن مواد ومستلزمات الإنتاج بالنسبة للأدوية بحوالي 500 مليون دولار، ولكن طبعا الطلبات أكتر من كده، فبيتم تلبية الطلبات ولكن بشكل بطيء جدا. يعني أفتكر في 2017 كان في تلبية أسرع بالبنك المركزي. احنا بنتكلم في صناعة حيوية، صناعة منقذة للإنسان. الإنسان ممكن يمتنع عن الأكل والشرب لمدة توصل أكتر من 14 ساعة، ولكن لا يستطيع الامتناع عن تناول الدواء المخصص لي. نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. القطاع الطبي والوضع الصحي بقيان أكيد من أبرز الأمور اللي تتأثر بحالة الصراع والنزاع وفق الأمم المتحدة. في السودان توثق جهات طبية مختلفة فقدان المستلزمات الطبية الأساسية ونفاذ المخزون المحلي من الأدوية، وهذا ما يضاعف أعباء النزاع على السكان. متابعة. يسير الجزولي بشكل يومي بين الصيدليات التجارية في أم درمان بحثاً عن أدوية لعلاج ضغط الدم الذي يعاني منه منذ أكثر من 30 عاماً، خاصة بعد توقف خدمة التأمين الصحي له بسبب الحرب. قطاع كبير من المواطنين ممكن يكونوا تأثروا بالحكاية دي، يعني ما لاقينا الدواء حتى بقروشهم وما في بدائل. يعني حبة الضغط ده أياً كانت ياها ما في بديل ياها، يعني ما في حاجة علاج بلدي ولا هناي الناس تلجأ له، لأنه المرض يعني مرض خاص مزمن. فدي إشكالية كبيرة جدا، إشكالية الدواء في السودان بعد الحرب كبيرة جدا. يعني يجب إنه الناس والمنظمات والهنا يسعوا لحلها، لأنه دي مزالة يعني فرضت على الناس ما بمزاجهم. كونه مريض بتاع قلب ولا ضغط ولا سكري ما يلقى الدواء، ده معناه يموت، بس معناه هو يموت. استمرار الأوضاع الحالية وظروف الحرب يعني انعدام أي طرق للعلاج أو على الأقل تأمين الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، لا سيما أن الكثير منها بات يباع بأسعار خيالية. حتى الصيدليات كانت بتعامل مع شركات بالآجل، بيقوا ما بتدوم إلا كاش، فدي خلقت يعني نوع من الندرة في الدواء. في أدوية انعدمت من السوق نهائي، وأدوية مهمة جدا منغزة للحياة. انعدام بعض الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة يعود لإيقاف الاستيراد وسيطرة القوات المسلحة على مخازن الإمدادات الطبية في الخرطوم بالدرجة الأولى، كما يقول الصيدلي أبو بكر النعيم. الموزع الأساسي للأدوية مقفول من أول يوم في الحرب أو تم الاستيلاء عليه، وده خلق لنا مشكلة كبيرة جدا في توزيع الأدوية لباقي ولاية السودان. من ضمن المشاكل اللي بتواجه المريض إنه يعني غير إنه ما يلقى دواه بقروشه، يعني ما بيلقى دواه بقروشه، وفي نفس الوقت يعني حيتعب جدا في إنه يتحصل على الدواء ده. في حاجات حساسة زي مثلا ناس الكانسر، ناس قلنا الضغط، ناس الكلى، دي الأدويتهم في ناس كثيرة جدا. أنت نحن من شدة ما بنقول الدواء ده ما في، ولو نفتش ليه ونفتش يعني جاتنا مرحلة بتاعت يأس أو إحباط. بالنسبة لنا كصيادلة يعني الموضوع موجع جدا. يعيش السودان اليوم حالة من الفوضى والضعف الأمني الذي انعكس بدرجة كبيرة على الوضع الصحي في البلاد، ما دفع العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة لرفع أصواتهم عالياً على أمل الحصول على أدوية كافية لأمراضهم. أول حاجة الندرة بالذات أصحاب الأمراض المستديمة والأمراض المزمنة بيعانوا معانا حقيقية، ويمكن خلال الفترة السابقة خلال زيارتي للتأمين الصحي لبعض الناس لقيت الناس معانا جدا، ما في دواء، كل متوفر، والمتوفر شيء بسيط جدا موجود بعض الإزخانات، وأسعاره كانت تقول يعني أسعار عالية شديد. الأدوية فيها الندرة بصورة ما اعتيادية خالص، ودي نحن طبعا عزيزي لظروف الحرب وعدم الترانسبورتيشن المواصلات
الحاجات زي دي، وعشان كده نحن صبرنا يعني رغم كده يعني صبرنا، رغم ان وجود الادويه المغذيه الحياه بسيطه لكن غاليه بلا شديد. أصوات ربما لن تصل إلى العسكر، فهل ستكون مساعدات المنظمات الإنسانية كافية لتلبية احتياجاتهم أم أن عليهم الانتظار حتى تضع الحرب أوزارها؟ مشاهدينا أهلا بكم من جديد. في بداية القرن الثامن عشر المغرب دخلت العديد من المواد الغريبة عن مجتمعات المنطقة، ومن هذه المواد هو الشاي القادم من الدول الآسيوية مرورا بالدول الأوروبية. كانت هذه المواد على شكل هدايا، موجهة هذه الهدايا للسلاطين، لكبار رجال الدولة أيضا، وحينها كان الشاي من هذه المنتجات الفاخرة والغريبة في المغرب. نعم رغدة، يعني في البداية استخدم الشاي كمادة دوائية في المغرب، وكان يعتقد أن له فوائد صحية عديدة، ومع مرور الزمن بدأ الناس في استهلاكه كمشروب بعد أن تعلموا طرقا خاصة لتحضيره، وأصبح تحضيره وتقديمه للضيوف جزءا لا يتجزأ من التقاليد المغربية. فعلا سهى، ويعد تحضير الشاي المغربي المعروف باسم أتاي فنا في حد ذاته، فعادة يتم تحضيره بعناية في إبريق خاص يتم صبه من ارتفاع لخلق فقاعات رغوية وإبراز النكهة الفريدة للشاي. هنتابعوا المزيد عن هذا الموضوع في سياق هذا التقرير، نتابع. بالنسبة للطرق باش كنتعاملوا اللي كنخدموا بها الشاي أو اللي كنعملوا بها الشاي، هاد الطرق هذه كنحاولوا نجمعوا جميع الأعشاب اللي كتكون صحية للشاي، منها مرد الدوش، منها أتاي، منها النعناع، منها النعناع العبدي، منها الويزة، منها السلمية، منها بزاف الأنواع. وإلا جينا نشوفوا هاد الأعشاب هذه وهي أعشاب صحية طبية، يعني الناس قبل في الويزة أو بالنسبة للزعتر هادو راه أصلا أعشاب اللي كنداووا بها. احنا كنديروا واحد الخليط، عندنا واحد المزج ديالنا خاص بينا اللي اجتهدنا فيه، وكتعطي واحد نكهه مغربيه اصيله. بالنسبه للمغرب احنا كنقدموا الشاي المغربي ك المغاربه باش يذوقوا ويشربوا الشاي اللي مول في كيشربوه في ديرهم، ولكن بالنسبه للاجانب كنقدموا الشاي المغربي كانه هل منتوج اللي بغينا نوصلوه للعالميه، كما وصل الكسكس، كما وصل بزاف المسائل اللي هي وصلت للعالم. سكرنا وبدأنا ولينا درنا واحد لوشو، واحد الطريقه ديال اتاي كنخوي بها اتاي اللي عندنا خاصه بينا، وهاد الطريقه اللي استعملناها وهاد لوشو اللي درناه نقدر نقول لك بانه وصل للعالم تبارك الله، وان اي زائر اي اجنبي كيصور هاد اللقطه والحمد لله كيوصلنا الافتخار، ولينا كنشوفها في دي فيديو كليب، ولينا كنشوفها في اشهارات، ولينا كنشوفها الحمد لله. نحن في المجتمع المغربي دخلنا في هذه العادة، عادة استهلاك الشاي، بدون أن نتساءل عن أصله ومتى دخل إلى المغرب ومن أدخله وما هي العادات التي ارتبطت بهذا النوع من الاستهلاك. الشاي المغرب لم يكن إلى سنوات يعني بعيدة في القرن التاسع عشر، بداية القرن التاسع عشر لم يكن المغرب يعرف الشاي، ولم يكن يدخل في إطار نظامه الغذائي. الشاي دخل مع الاستعمار ومع كذلك الرحالة المغاربة الذين كانوا يتاجرون خارج المجتمع المغربي، وخاصة نحو الدول الآسيوية الصين ونحو أوروبا إنجلترا. فجاءت بعض التجار المغاربة منذ القرن الثامن عشر إلى جاءوا بهذه النبتة أي الشاي، وجاءوا بها إلى المغرب، ولكن بدون أن يعرفوا كيف يستهلك، فأخذوا طريقة الاستهلاك عن تلك الشعوب التي كانت تستعمل هذه النبتة أي الشاي، خاصة في بريطانيا في الإنجليز.
لكن بعد ذلك دخل لم يبقى المغاربة مقتصرين على التجارة وجلبه استيراده من الخارج، بل أصبحت هناك بعض الفلاحين الذين يغرسون هذه النبتة. وقد عرفنا في سنوات سابقة من القرن 19 في المجتمع المغربي، خاصة في ضواحي العرائش وفي بعض المناطق الأخرى، كانت تقوم بزراعة الشاي. الآن لم يعد الشاي يعني استهلاك فقط من أجل الاحتفالات أو من أجل الرفاهية، بل أصبح مكون أساسي. هناك بعض العائلات المغربية التي كما نسمع بعض العائلات الفقيرة كتعيش بالخبز وتاي، ها كنتكلموا كنقول لك كيعيش بالخبز وتاي أو بالزيت والزيتون وهكذا. إذن فالشاي إذن أصبح من المواد الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان المغربي، كان غنيا أو كان فقيرا أو كان متوسط الحال، في البادية أو في المدينة، في الأفراح والأطراح، دائما الشاي حاضرا في المائدة المغربية، وأصبح من الأنظمة التي لا يمكن لعائلة أن تستغني عن هذه المادة، وإن كانت ترتبط أيضا الشاي والسكر والنعناع والزهر إلى آخره. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا من الرباط هشام لحرش الخبير في التراث. أهلا فيك أستاذ هشام وصباح الخير. بداية، ما هو الدور الذي يلعبه الشاي المغربي في الثقافة المغربية؟ صباح الخير. الدور الذي يلعبه الشاي في الثقافة المغربية هو أنه وسيلة للترحيب بالضيوف أساسا، وسيلة كذلك لجعل المجتمع المغربي أكثر أريحية من خلال جلسات الشاي التي يقيمها صاحب البيت، وبالتالي فالشاي دور مهم في هذه العلاقات الاجتماعية. ولهذا عندما نجد أن حتى الفرق الغنائية، فأشهر فرقة غنائية التي هي ناس الغيوان، عندما تحدثت عن الصينية تحدثت عن تلك المائدة الشاي التي يجتمع عليها أهل النية، وحتى الوصلات الإشهارية تقدم الشاي المغربي على أنه مجال أو فضاء لاجتماع أهل البيت وكذلك للضيوف. وبالتالي هو الشاي المغربي انتقل من دلالته الغذائية إلى دلالته الرمزية، على اعتبار أن هذه الدلالة الرمزية ارتبطت بكرم الضيافة المغربية أساسا، وبالتالي فالشاي المغربي له هذا الدور في تمرير الرسائل، كون أن هذا الضيف مرحب به، وأن هذه الجلسة هي جلسة فيها نوع من التآلف وكذلك رفع لكل الحواجز، على اعتبار أن المؤكلة هي رفع لكل الحواجز الاجتماعية والثقافية كذلك. وبالتالي من خلال الشاي المغربي يمرر المغاربة رسائل إلى بعضهم وكذلك إلى الأجانب، على اعتبار أنه وسيلة لتمرير يعني هذه يميز رسائل الكرم شيء مميز ورسائل أكيد الضيافة للبلاد بشكل عام ولناسها وأهلها. عموما الشاي موجود أكيد في دول كثيرة، وكل دولة وعندها طريقتها ربما في تقديم الشاي. ما هي الطقوس المرتبطة بتقديم الشاي المغربي اللي يميز الشاي المغربي عن غيره؟ لا بد من الإشارة إلى أن الشاي المغربي عندما دخل المغرب دخل عن طريق السلطان المغرب، وبالتالي عندما تدخل مادة
غذائية إلى هذا المجال المحفوف بكل التقاليد وبكل البروتوكول، فإنها تلبس هذا اللبوس المرتبط بأبهة السلطان وطريقته في استقبال ضيوفه. وبالتالي عندما خرج الشاي من المجال السلطاني إلى مجال المجتمع فإنه خرج بكل هذه التقاليد وبكل هذه الطقوس. ولا ننسى أن القصر الملكي تاريخيا منذ أكثر من 3 قرون كان هناك رجل يسمى بصاحب الشاي ملأتي، يصل إلى درجة قائد، له مرتبة قائد، لكي نعرف أهمية هذا الشاي. وبالتالي فكما قلنا أن الشاي سواء في المجال السلطاني أو في المجال المجتمع عندما ارتبط بالاحتفال فإنه انتقل من دور الغذاء إلى 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 دور التقديم هذه الطقوس. وقد أشرنا في مقال لنا وبحث حول المائدة السلطانية وبحث منشور عن كيف أن التقاليد السلطانية التي تمتد إلى أكثر من 1000 سنة كيف أنها طوعت الغذاء ونقلته من دلالات التغذية إلى دلالة الرمز المرتبطة بالجمال. طريقة لباس الذي يعد هذا الشاي، الأواني المستعملة في إعداد هذا الشاي. ولا ننسى أن المغرب يتميز بوجود مجموعة من الأواني، فهناك الآنية التي يوضع فيها السكر، الآنية التي يوضع فيها النعناع، الآنية التي يوضع فيها الشاي، ولا ننسى سلطان هذه الصينية الذي هو البراد، الذي العالم كله أصبح علامة مميزة في إعداد الشاي المغربي عندما نتحدث عن البراد المغربي. وإن كان المغرب قد استورد هذا الإبريق من أوروبا، ولكن اليوم أصبح مرتبطاً بشكل أو بآخر بدولة المغرب. لذلك أستاذ هشام، يعني نتحدث عن مدى شهرة الشاي المغربي وحب الناس له، لذلك ما هي المكونات التي تميز الشاي المغربي مقارنة بأنواع الشاي الأخرى؟ ما يميز الشاي المغربي هو أنه أصبح شايا مغربيا. ارتبط الشاي، رغم أن هذا الشاي استورد من الصين، إلى أنه العالم كله يتحدث عن الشاي الصيني، ولكن في الإعداد هناك شاي مغربي. المغاربة إذا كان الصينيون يشربون السيدون سكر، والبريطانيون الذين أخذوا المغاربة عنهم الشاي يضعون فيه السكر، فإن المغاربة أضافوا له النعناع ونكهات أخرى ارتبطت بالمجال الفلاحي للمغرب. ولا ننسى أن المغرب بلد فلاحي بامتياز، هناك أعشاب كثيرة ومتنوعة، والمغاربة راكموا خبرات طويلة جدا في تعاملهم مع هذه الأعشاب، فأضافوا بعض الأعشاب التي يمكن أن تكون إضافة نوعية لهذا الشاي القادم من الصين. وتصل ذروة الاحتفال بهذا الشاي حين يضاف إليه العنبر. العنبر أساسا هناك اللويزة، هناك أعشاب طبية الأخرى، ولكن ذروة الاحتفال بهذا الشيء عندما يضاف إليه العنبر، ونعرف أن العنبر كمادة غالية جدا. وبالتالي وكأن المغاربة أرادوا أن يقوموا بخلق جديد لهذا الشيء وإعطائه حياة أخرى من خلال هذه التوليفة المتنوعة، وهي التوليفة التي اليوم أصبح
الشاي يطلق على هذا الشاي الشاي المغربي. ولا ننسى أنه في الكثير من المؤتمرات الدولية وآخر مؤتمر الذي هو مؤتمر المناخ في مصر، لا ننسى أن كيف كان الضيوف يستقبلون بالشاي المغربي، رغم أن المجال هو مجال مشرقي. فبالتالي فالمغاربة أعطوا لهذا الشاي ليس فقط نكهات أخرى، ولكن أعطوه كذلك طقوس أضفت على هذا الشاي نوعا من الهالة الجمالية من خلال الطقوس التي قلنا أنها طقوس ارتبطت أولا بالمجال السلطاني، مجال الملك، ثم ارتبط كذلك بمجال الاحتفاء. نعم، شكرا جزيلا لك سيد هشام الأحرش الخبير. مرحبا. شكرا لحضرتك على وجودك معنا. شكرا لك. نذهب الآن إلى ملفنا الطبي ونحكي عن صحة العمود الفقري في الأوضاع المختلفة للجسم. ما هي الوضعيات اللي تأثر على العمود الفقري للجسم؟ طبعا مشاهدينا في حياتنا اليومية أغلب أوقاتنا نقضيها وإحنا جالسين على مقاعد، مثل ما إحنا اليوم، مثل مقاعد الدراسة، مثل مكاتب العمل كذلك. ما يعني أنه أغلب وقتنا يكون بعيد عن الحركة. هذا اللي يخلق تحدي جديد لنا يتعلق بصحة جسدنا وبسلامة وضعية جسمنا في الجلوس، في الحركة، أو حتى عند الوقوف. وهذا حسب منظمة مايو كلينيك الطبية. سهى، العديد من الأشخاص يعانون من في الوقت الحاضر من مشكلات في وضعية الجسم، ويشتكون من بعض الانحناءات في ظهورهم أو كتفيهم، ما يغير بنيتهم الجسدية ويؤثر على سلامة عظامهم وعضلاتهم. نعم، انحناء الظهر مثلا أو ميلان أحد الكتفين هو من مشاكل الشائعة مؤخرا. فعليا قد تبدو هذه المشكلات دائمة أو ملازمة للشخص، ولكن خبراء الصحة في الموقع الطبي يؤكدون أن هذه التغيرات الجسدية يمكن الحد منها، وأن هناك فرصة جيدة لاستعادة وضعية الجسم الصحيحة والوقوف بشكل أكثر انتصاباً وتوازناً في حال اتباع خطوات وتعليمات طبية معينة. إذن تحسين وضعية الجسم ليس بالأمر الصعب كما يعتقد البعض، يعني هو مسألة تتعلق بتغيير الأنشطة اليومية وتقوية العضلات والانتباه إلى وضعية جلوسنا ووقوفنا بشكل مستمر، بحسب أطباء العلاج الطبيعي في مستشفى بريغهام وومنز التابع لجامعة هارفارد. وبحسب أخصائي العلاج الطبيعي في المستشفيات التابعة لجامعة هارفارد، فإن السر في الحصول على وضعية جسم سليمة هو تقوية وتمديد العضلات في الجزء العلوي من الظهر والصدر وعضلات الأرجل، بالإضافة إلى تقوية الكتفين من خلال التمارين الرياضية التي تركز على هذه العضلات من الجسم، إلى جانب زيادة معدل الحركة والأنشطة في يومنا والابتعاد عن الجلوس والاستلقاء لساعات طويلة. أيضا علينا التقليل من استخدام الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب والتي تبقينا جالسين لفترات طويلة. وبما أن أعمالنا اليومية غالبا مكتبية، ينصح الخبراء بمراعاة اتباع تعليمات الجلوس السليمة على مكاتبنا، وهي متمثلة في ضبط ارتفاع الكرسي بشكل يضمن سلامة الظهر ويمنع انحناء الجسم. أيضا يجب مراعاة رفع شاشة أجهزة الحاسوب لمستوى النظر لتجنب انحناء الرقبة والرأس. وبعيدا عن الجلوس، فينصح الخبراء أيضا بالانتباه لطريقة وقوفنا باستمرار مع نصب العمود الفقري. إذن سوء وضعية الجسم غالبا ما يكون نتيجة للعادات الخاطئة، مثل الجلوس لفترات طويلة أو الوقوف بشكل خاطئ أو الانحناء وحمل الأشياء الثقيلة، وهو ما يسبب لاحقا آلاما في الظهر. وفق منظمة مايو كلينيك الطبية، نتعرف في المقطع التالي على أبرز أسبابها وعوامل الخطر التي تزيد من ظهورها.
الموضوع ينضم لنا الدكتور علاء الدين طلعت استشاري جراحة العظام. أهلا بك دكتور. صباح الخير. أهلا فندم. صباح الخير. دكتور، ما هي التداعيات الصحية الناجمة عن الجلسة الخاطئة، الوضعية السيئة ربما في العمود الفقري؟ أهلا بك. صباح الخير عليكم على قناة الحرة وكل المشاهدين. الأول نبدأ بس بشرح بسيط للعمود الفقري في دقيقة. يعني العمود الفقري يتكون من فقرات عظام وما بينهما فواصل اللي هي الغضاريف. الغضاريف دي بتتركب من كولاجين مع مركب بروتيني أغلبه مية، فالمية بتوصل لحد 70% فيه، يعني دي المقدمة. فالجلسة في أوضاع معينة بتعلي الضغط داخل الديسك أحيانا في بعض الأوضاع لضغط يفوق احتماله اللي هو مصمم ليه. وبالتالي لو عندنا مثلا هو حملته مثلا 100 كيلو وحملناه 200 كيلو، فهو بيخسر بمرور الوقت أو بيعجز قبل الأوان نتيجة فقدان المية تحت الضغط. فقدان المية تحت الضغط بيخليه يبقى المعاملات مقاومته للضغط أقل، وبالتالي يبدأ يحصل انحناءات في العمود الفقري وبروزات في الديسكات اللي هي بتنتهي في الآخر. البروز في حد ذاته مؤلم، وإذا ضغط على الأعصاب بيعمل ألم من نوع آخر، وإذا استمر الموضوع ده أيام وشهور وسنين بيبدأ الأحمال اللي بيشيلها الديسك تتحمل على الغضاريف الخلفية، فبيظهر نوع ثالث من الألم. يعني دكتورة علاء، نتحدث قليلا عن أكثر الأسباب التي لربما تكون شائعة حول الإصابة ببعض المشاكل التي تتعلق بمشاكل العمود الفقري أو الرقبة أو الكتفين، أخبرنا عنها. تمام. زي ما حضراتكم تفضلتوا في المقدمة وقلتوا أن معظم الشغل الحديث بيستلزم الجلسة على المكتب، فالمتوسط الناس بيجلس حوالي 8 ساعات في اليوم، ودي حاجة خطيرة جدا لأن بمرور الوقت بيزيد الضغط على الغضروف. في أوضاع بيبقى الغضروف يحمل فيها الوزن اللي هو مخلوق عشانه مصمم ليه، وفي أوضاع بيتضاعف هذا الوزن لحد 4 أو 5 مرات. تمام. فنبسط الأمور. إذا كنا إحنا قاعدين على كرسي زي اللي أنا جالس عليه ودي مسند، فالوضع الأمثل إن هو يكون مائل للخلف 20 درجة أو أكثر، لأن ده بيقلل الضغط على الغضروف كثيرا. الأسوأ من كده إن هو يبقى منتصب تماما، الأسوأ من كده إن هو يكون مائل للأمام، بيتضاعف الوزن من 100% لحد 400%. ده بالنسبة. النقطة الثانية زي ما أنتي تفضلتي وقلتي، أهم شيء في الجلسة إن هو المونيتور يبقى على مستوى النظر، لأنه لو تحت كده بيجبرك تنحني للأمام. الانحناء للأمام ده في تجربة كانت اتعملت، بنقيس الضغط داخل غضروف الرقبة في الوضع منتصبا ومنحني للأمام. ببساطة شديد، أو أنت منتصب بتشيل حوالي 5-7 كيلو اللي هو وزن الرأس، كده للأمام بيوصل لحد 17 كيلو، فنقدر نعرف الفرق إلى أي مدى هينهار الغضروف سريعا. الكلام ده نقدر نطبقه على كل الفقرات، كل ما ننحني للأمام في أي وضع، والأسوأ لو شلنا شيء بيكون اللود أو الحمل مضاعف يوصل لحد 10 أضعاف أحيانا على الغضروف. فنبسط الأمور، يبقى المونيتور أهم شيء كده على نفس مستوى النظر، ويكون الظهر من أسفله مسنود بالكامل ومايل للخلف 20 درجة، ويصح كل 30 دقيقة أو ساعة نقوم نمشي من 2 لـ5 دقائق. لماذا؟ لأن الغضروف اللي هو أهم شيء في العمود الفقري اللي هو المفصل اللي بيدي الحركة والمرونة بيتغذى بالأساس أثناء الحركة. فإذا ثبتنا في وضع ثابت كأننا محنطين، ده في الوقت ده بيبقى تقريبا الغضروف محروم من الغذاء والأكسجين، ده حقيقي. إنما أول ما بنقوم بنتحرك بيحصل عملية بامب إن وأوت للسوائل فيه، فيقوم يتنفس وتزداد قوته. طيب، عوامل مثل العمر والنشاط البدني مثلا والأمراض الوراثية والعوامل الوراثية، هل تأثر في تطور مشاكل الوضعية السيئة؟ بتأكيد. طبعا العمر بمرور الوقت بيحط أحمال، ودي بتتراكم وبتعمل فشل في الغضروف بمرور الوقت. كلنا كل ما بنكبر في السن وشنا ملامحه بتتغير ومفاصلنا بتوجع، ونفس الكلام بيطبق على الغضروف. إذا كل ما بيتقدم العمر بيفقد جزء من المية، دي أساس الموضوع، وكفاءته في مقاومة الضغط بتقل. تمام. زيادة على السبب التاني، إذا في حد الجينات اللي أنت تفضلتي قلتيه ده سبب مهم،
لان الجينات بتمثل الكواليتي اللي الانسان مولود بيها. يعني في حاجات بتبقى فيري جود كواليتي وفي حاجات باد كواليتي، فدي حاجه وراثيه مولود بيها. وبيبقى اقصد بالتاكيد الكواليتي بتاع الكولاجين فايبرز اللي موجوده في الديسك اللي هي دي اساس الحمايه. فدي لما بتبقى رديئه بفعل الوراثه، واحد وارثها رديئه لاي اسباب، فبتفشل سريعا. وبالذات بنلاقي الامراض الديسكات دي منتشره في العائلات، يعني تلاقي اب واولاده واحفاده السلسله لانهم وارثين نفس الكولاجين. الجزء بتاع التمارين الرياضيه ده اهم شيء، يعني ده اهم شيء ويكاد يكون الحاجه الوحيده اللي تعمل حمايه. زي ما قلنا من دقيقه ان اثناء الحركه بيتم تغذيه الغضروف وتزداد كفاءته وقوته في مقاومه الضغط. ثانيا العضلات بتقوى وبتخليك تحتفظ دايما بوضع هيلثي او صحي، فبيصبح الوضع اللي هو الهيلثي عاده. وده بيتمش غير بالتمارين طبعا، وبيبقى حجر الاساس فيها هو العلاج الطبيعي. يا دكتور ذكرنا تفاصيل كثيره تتعلق فيما يخص هذا الموضوع، ولكن ما هي الاعراض المصاحبه لهذه المشكله؟ وهل يمكن ان تؤثر بطريقه او باخرى على الصدر او على طريقه تنفس الانسان؟ نعم طبعا، نبدأ من الآخر. تأثر على التنفس والصدر ده وارد بس في الحالات الانحناءات الشديدة اللي هي في الأغلب بيكون مولود بانحناء شديد، وده طبعا من سن 5 سنين يبدأ يحصل له خسور في الدورة التنفسية والدموية، والحالات دي لحد ما نادرة لكنها موجودة. الجزء التاني، الجزء الأول من السؤال، الأعراض المصاحبة للمشاكل. طبعا أي حاجة في جسم الإنسان بتفقد جزء من وظيفتها بيعبر عنها جسم الإنسان بالألم. بالألم، بس الألم في العمود الفقري بيبقى ليه أنواع. يعني في ألم بيبقى بنسميه أكزيال حوالين العمود الفقري، في ألم بنسميه مشع يوصل مثلا في الأطراف رجلين أو الإيدين، وفي ألم ثالث اللي هو يبان كأنه زي بيرن أو حرقان. ده على حسب الحالة اللي احنا فيها. فأول شيء أول ما بيبدأ الغضروف يشيخ أو يحصل فيه بروز، يحصل ألم اللي هو محوري أكزيال، يعني في النقاط حوالين. لو حصل بروز ولامس أحد الأعصاب الطرفية بتحول إلى ألم اللي هو radiating. وهذه أعراض تتعلق فقط بمشاكل العمود الفقري على وجه الخصوص بالتأكيد. بالتأكيد أي جزء في العمود الفقري بيدي النوعين ثلاثة دول من الألم، سواء محوري أو مشع أو حرقان. طيب هل هناك تدابير يمكن اتخاذها في الحياة اليومية لتحسين الوضعية، وضعية الجسم والوقاية من مشاكل الوضعية السيئة؟ ده أهم سؤال. طبعا احنا قلنا طبعا العمل 8 ساعات هو أكتر شيء بيضرب الإنسان، بس مش فقط على الغضروف، على الضغط والسكر وما إلى ذلك، إنما الجزء اللي يخصنا النهاردة إن احنا نقدر ننصح إن احنا واحنا جالسين يبقى الكمبيوتر على مستوى النظر، ويبقى الظهر مسنود بالكامل ومايل للخلف 20 درجة عن الرأس للخلف 20 درجة فما أكثر. والأهم من ده إن كل ساعة لازم نقوم نتحرك. جميل. يعني دكتور فيما يتعلق في هذه المشكلة تحديدا، الكثير من الأطباء ينصحون بالعلاج الطبيعي كمحاولة للتخفيف من آلام هذه المشكلة. هل فعلا للعلاج الطبيعي فوائد قد تخفف من هذه المشكلة؟ وهل يمكن الاستغناء عن الجانب الجراحي والاستعاضة بها فقط بالعلاج الطبيعي؟ طبعا العلاج الطبيعي هو العلاج الوقائي وهو العلاج الأمثل وهو الأنجح، لأن هدفنا في الأول هو الوقاية. تمام. ففي المرحلة الأولى لما بيزداد الوعي وبنقوي العضلات، وأهم حاجة يعني ذكرت في التقرير أن عضلات الكتف، عضلات الكتف إيه أهميتها؟ لأن هي أي تمرين بنقوي فيه عضلات الكتف بيقوي عضلات العمود الفقري المحيطة بالرقبة، وهي ما بتشتغلش غير بس مع تمرينات الأكتاف. فاللي بيعمل للأكتاف أوريدي بيقوي العضلات المحيطة بالفقرات العنقية والجزء الأعلى من الصدر، وده اللي بيعمل البوشر هيلثي ويبقى عادة. فالعلاج الطبيعي هو الأساس وهو أهم شيء يعني. طيب ماذا عن الإجراءات الجراحية المتاحة لعلاج حالات من هذا النوع، حالات تحدب الظهر شديدة فلنقل؟ نعم طبعا، إذا فشل العلاج الطبيعي أو مش فشل ما تعملش، يعني نظرا لعدم المعلومة أو وصلنا للجراحة، فالجراحات
عديدة. في جراحات محدودة التداخل، في ناس اللي بيبقى عندها انحناءات نتيجة مثلا كسور انضغاطية في الفقرات، نعمل جراحة محدودة التداخل حقنا أسمنتية. إذا صار التحدب شديد زي ما أنت وصفتي ما بيبقاش في مجال غير الجراحات المفتوحة اللي هي بعملية بنحط مسامير وتقويم زي اللي بنشوفه أي عمليات تقويم في العظام. دكتور علاء الدين طلعت، استشاري جراحة العظام، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شكرا لك. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة، إلى اللقاء. بإمكانكم طبعا التواصل معنا على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله. كان في اتصالات بيننا وبين البرلمانات سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أن يكون في حلول سريعة للقضاء على هذه الأزمة، من أهمها أن يكون في تحرك سريع من قبل البنك المركزي لمحاولة تلبية مش كل الطلبات بتاعت الشركات. في شركات كثيرة بتستهلك أدوية لا قيمة لها موجودة في السوق المصري طبيعا، يعني أدوية متشابهة، ولكن هناك في أدوية استراتيجية حيوية يجب الحصول عليها بأسرع وقت. الشاي دور مهم في هذه العلاقات الاجتماعية، ولهذا عندما نجد أن حتى الفرق الغنائية، فأشهر فرقة غنائية التي هي ناس الغيوان، عندما تحدثت عن الصينية تحدثت عن تلك المائدة، مائدة الشاي التي يجتمع عليها.